حزب الحرية يتصدر المركز الأول في 3 استطلاعات رأي. رئيس المخابرات السابق يكشف عن توغل روسيا في النمسا. منح مساعدات عاجلة بقيمة 100,000 يورو لضحايا الإعصار في ليبيا. الرئيس ووزير الخارجية إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة. واعتقال داعشي من أصول تركية كان يخطط لهجوم في فيينا. وأخيراً مزارع ينقذ 3 أشخاص في اللحظات الأخيرة، كاد القطار يدهسهم. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. حصل حزب الحرية النمساوي على المركز الأول في استطلاعات الرأي مع نسبة تتراوح بين 27 و32%، وذلك في 3 استطلاعات رأي مختلفة. وحصل حزب الشعب على المركز الثاني بنسبة تتراوح بين 23 و24%، فيما حصل الحزب الاشتراكي على المركز الثالث بنسبة تتراوح بين 21 و23%، ويتنافس حزبي نيوز والخضر على المركز الرابع بنسبة تتراوح بين 19%. وقد استندت هذه النتائج إلى 3 استطلاعات رأي مختلفة تابعة للصحف أوسترايك كورير وبروفيل. قال بيتر جريدلينغ رئيس المخابرات النمساوي السابق في حوار مع صحيفة ذا تايمز البريطانية أن النمسا تحولت إلى بؤرة ساخنة للأنشطة التجسس، حيث يمكن للجواسيس العمل بحرية والابتعاد نسبيا عن العقوبات. وأضاف أنه رغم تحول فيينا إلى مركز تجسس أقل أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إلا أن مئات الجواسيس معظمهم من روسيا لا يزالون موجودين، حيث يزداد القلق من توطيد العلاقات مع حزب الحرية النمساوي، والذي من المتوقع أن يترأس الحكومة النمساوية المقبلة، مؤكدا أن قوانين مكافحة التجسس في النمسا ضعيفة، مما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات قانونية. أعلن وزير الداخلية جيهارد كارنر عن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المناطق المتضررة من الإعصار في ليبيا بقيمة 100,000 يورو. وتقديرا للتضامن مع الشعب الليبي الذي تأثر بالعواصف، تتضمن المساعدات 100 خيمة عائلية و800 سرير و2400 بطانية ومجموعة من مستلزمات النظافة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الكوارث، وقد قبلت السلطات الليبية المساعدة، ومن المتوقع استمرار الدعم في الأسابيع المقبلة. توجه كل من الرئيس النمساوي فاندا بيلن ووزير الخارجية شالنبرغ إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر لأسبوع. وقال فاندا بيلن أنه سيشجع على اتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية، وسيسلط الضوء على دعم التعاون الدولي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى عام 2030. وسيلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة بصحبة وزير الخارجية، ومن المتوقع حضور رؤساء دول وحكومات أكثر من 150 دولة في الجمعية العامة. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر عن استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة التطرف، مع التأكيد أن المتطرفين يشكلون تهديدا إرهابيا كبيرا. وكانت السلطات قد اعتقلت مراهق يبلغ من العمر 17 عام نمساوي من أصول تركية خطط لهجوم في فيينا، حيث نشر صور لنفسه وهو يحمل سكينا ويرتدي ملابس يرتديها الدواعش. وأكد مدير الأمن العام خطورة التطرف الديني وسهولته عبر الإنترنت،
وأشار إلى أن الجرائم ترتكب بواسطة أفراد أصغر سنا، وقد تم تفتيش منزل المشتبه به واعتقاله. استطاع مزارع عنب إنقاذ 3 أشخاص من موت محقق أصابهم الجمود بعد أن توقفت سيارتهم على قضبان السكك الحديدية قبل وصول القطار إليهم بلحظات. وأصبح المزارع في بلدة هوفلين في النمسا السفلى بطلا بعد إنقاذه 3 أشخاص في اللحظة الأخيرة، حيث توقفت السيارة بين بوابتي السكة بسبب مشكلة فنية ولم يعد من الممكن تشغيلها مجددا، وتدخل المزارع بشجاعة وأخرج الأشخاص الذين كانوا محاصرين داخل السيارة، وبذلك نجا الجميع فيما تسبب الاصطدام بتدمير السيارة بشكل شبه كامل. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.